بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فالإنسان منا يعيش عالم أغيار، بمعنى أنه يتعرض لبعض الأحداث أو المواقف أو الشدائد التي ربما تثير غضبه، فيمتلئ قلبه لأجلها بالغيظ. كلمة الغيظ حينما ترد على الذهن فإنها تعبر عن ألم نفسي اصاب الانسان في بدنه او نفسه او ماله او عرضه ايا كان نوع هذا الايذاء ومعلوم ان النفس الانسانيه تنفعل وتتاثر بما ترى وتسمع فتريد هذه النفس ان ترد الايذاء الواقع عليها وهذا في ذاته انفعال طبيعي الا ان الشرع الشريف من خلال النصوص القرانيه المباركه والنصوص النبويه المشرفه تدعو هذه النفس الإنسانية ألا تؤذي من عاقبها أو ألا تعاقب من آذاها وتدعونا إلى أن نكف جوارحنا عن الإساءة وأن نلتزم الأدب في السلوك كيف نستطيع أن نفعل ذلك من خلال هذه القيمة الإيمانية الرصينة التي تصنع حضارة فيما بعد قيمة كظم الغيظ ما المراد بكذم الغيظ؟ المراد بكظم الغيظ ألا يظهر الإنسان غيظه على جوارحه عن طريق قول أو فعل أو تصرف أو سلوك أو تعبير أن يلتزم الإنسان الأدب في السلوك مع الإيذاء الواقع عليه ولذلك حين نتأمل الآيات القرآنية المشرفة نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن" فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم يقول ربنا بعدها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم والمعنى هنا انه لا يلقى هذه الفعله وهذه الخصله المنيره الا من اتسم بقيم الصبر لانه صبر على المكروه وصبر على احتمال الاذى ولذلك عقب ربنا الايه بقوله وما يلقاها الا ذو حظ عظيم بل اننا نستطيع ان نستنبط معنى اخر اعمق وهو اذا كان ربنا يقول: وما يلقاها الا الذين صبروا، فهناك آية اخرى يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فكأن كاظم الغيظ بكظمه لغيظه هذا الكظم في ذاته سبيل رئيس الى دخول الجنة بغير حساب. يقول ربنا سبحانه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لاحظوا بدايه الايه وسارعوا الى هناك فرق بين ان اقول فلان يسارع الى وفلان يسارع فيه اذا قلت مثلا فلان يسارع الى الخير فالمعنى انه بعيد عن الخير ويريد ان يدخل فيه. واذا قلت فلان يسارع في الخير فالمعنى انه في الخير بالفعل الا انه يريد ان يرتقي ارتقاء اخر جديدا. فكل انسان اوذي في نفسه او بدنه او ماله او عرضه او اي نوع من انواع الايذاء عليه ان يسارع الى ان يسارع الى كظم الغيظ. لماذا؟ اسمع الى هذا الحديث الشريف. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا قوم يصطرعون يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب اليه احد الا صرعه اي الا غلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على من هو اشد من من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه أي غلب غيظه وغلب شيطانه أي شيطان نفسه وغلب شيطان صاحبه المعنى هنا أنت أيها الإنسان تستطيع أن تقهر الشيطان تستطيع أن تغلب غيظك تستطيع أن تكون أداة من أدوات الجمال تستطيع أن تحول الفرقة إلى ألفة أن تحول التعاند إلى تعاون عن أي شيء عن طريق كظم الغيظ، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه يخيره من اي الحور العين شاء. المعنى المراد هنا ان من كظم غيظا وهو قادر على ان يرد الاذى وان يدفع عن نفسه هذا الرجل يؤتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله أي أشهره الله بين الخلائق وتباهى به الله عز وجل ويقال في حقه هذا الذي أتى بهذه الخصلة المنيرة بكظم الغيظ إذا الشديد ليس بالسرعة الشديد ليس بالغضب الشديد ليس بأن يرد الإيذاء الواقع عليه بل الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم